اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. اخبارنا نتكلم عن الاخبار واخبار البيت الكبير. الكابتن الخطيب يلتقي المجلس الجديد للنقابه العامه للعاملين بالاهلي. التقى كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي عصر اليوم بمقر النادي الاهلي بالجزيره المجلس الجديد للنقابه العامه للعاملين بالنادي الذي تم انتخابه خلال الايام الماضيه. استمع الكابتن محمود لرؤية المجلس الجديد بخصوص خطة العمل الخاصة بالمرحلة المقبلة، مشددا على ثقته الكاملة في عملهم بكل جد واجتهاد تماشيا مع أهداف وطموحات مجلس إدارة النادي. أكد الكابتن الخطيب على ضرورة استمرار بذل كل الجهود الممكنة لتوفير الأجواء المناسبة لكافة إدارات النادي للعمل تحت شعار التطوير والمبادئ والتاريخ. النهارده